مش نحوي لكم زوبا. اليوم جيتكم مش طيب لكم امنو ياسر سبيسيال، واليوم فرحانة برشا برشا على خاطر مش طيب لكم غسيت جربية من بلادي الشقيقة والأريقة جربة، ديما بحذية وموجودة بجنبي مونستني. اليوم شنو باش نطيبوا؟ باش نعملوا صحين نتاع رمضان مشخشخ وموزوز باش نستحقوا فيه الهريسه نتاع سيكا وللفرماج تريانجل نتاع ديليس وبيان سور للصوص الجيريان نتاع بونا. وفي السويت باش نعملوا مزلوقه باللحم في الكسكاس اللي هي بنينه 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 على الاخر، لازمكم تجربوها واللي هي ريسيت جربية. دونك باش نستحقوا فيها المزلوقة متاع البيدور والطوماط كونكاسي بيمونتي متاع سيكا والدوبل كونسنتري باش نستحقوا من الزوز اتوا تعرفوا علاش، والدسي باش نستحقوا للكريمة متاع سمارت شيف وحليب ديليس. دونك تابعونا. دونك توا اول حاجه باش نبدا بها باش عشيه تيب في ساعه كيما العاده باش نبدا نحضر المزلوقه باللحم في الكسكيس، في كل لحم يشد اكثر شويه وقت باش نتهنى عليه ونمشي نكمل لونطري نتاعي والديسير. دونك ساهله برشا. اول حاجه علاش يتسمى لحم في الكسكيس؟ على خاطر من لوطه باش تجيب المزلوقه والا المقرونه جاريه والا اي حاجه جاريه عندكم، اما انا اليوم باش نعمل مزلوقه وفي الكسكيس باش تجيب اللحم بالخضرة. دونك يشبه شوية للرز الجربي وهذه الرسيت جربية من قاع الخابية. دونك أول حاجة باش نبدأ نحضر المزلوقة متاعي، دونك باش نحط شوية زيت زيتونة كالعادة، أنا ديما نخلط زيت زيتونة والويل نوتر. وباش نعمل تقلية سهلة برشا، باش ناخذ شوية بصل طبعا بعد نطربكم شوية غني جربي عاد تبعين التي، حطوا شوية بصل وشوية ثوم. أنا هذي نعملها أستوس، كان عندي زيت القجيد نحط زيت القجيد، كان ما عنديش نحط طرف الحم شوية بالكل باش يسيب لي مطعمه في الصوص. أبين شوية بركة على المطعم وكها ونحطه من الأول. وكان مش تعملوا بالحم العلوش ما تحطوش الثوم، انا عملت بالبقري اليوم. دونك باش نخليهم يتقليو شويه مع بعضها. وباش ناخذ الطوماط كونكاسي بيمونتي على خاطر انا نحبها موزوزه نتاع سيكا. بالحق ياسر تسهل الحياه هذيا، وراو فيها فلفل مهروش، مش مهروش، فلفل حي معناتها فرشك، وهي طماطم فرشكه ولونها مزيان وبالحق تسهل الحياة مش نرمى. دونك باش نقليهم كجاو مع بعضهم، ومانيش باش نزيد لا هريسه لا حاجه على خاطر هي ديجا موزوزه. وباش نفوح بشويه تيبل على خاطر اللحم نتاعي بقري، كان اللحم علوش ما تحطوش تيبل، شويه تيبل وملح وفلفل اكحل بالليم ولا نتاع روس الهوبس كالضو شه شه، باش نزيد شويه فلفل اكحل وشوية كركم ونخليها تتقلى في عقل قلها. نعملها بالطماطم الفريشكة باش تجيني بنينة على الاخر. دونك ليتاب اللي بعدها باش ناخذ اللحم، وهذه الفاز الكل في اللحم، باش ناخذ لحمتي وباش ناخذ على كيلا بصل كيلتين معدنوس. دونك كيلا بصل كيلتين معدنوس، خلي شوية انا الصحن متاع لونطخي. وباش ناخذ شويه هريسه عربي، الله على البنة. وباش ناخذ الدوبل كونسونطري متاع سيكا، هذا هي طماطم معجونه. دونك باش نحط مغرفه طماط دوبل كونسونطري متاع سيكا اللي هي ما فيهاش لا كونسيرفاتور لا كولوران لا حتى شيء. دونك باش نزيد معها شويه زيت زيتونه، وباش نفوح شويه ملح وفلفل اكحل كالعاده بالليمولا نتاعي تاع روس الهوبس. بجاه الله يا حب اسمعني وسامورك شعل. وباش نزيد بطاطا مقسومة اون كوب هكا في الجو الكلو
باش نزيد شوية كركم وفوحوه بالقدي بالقدية. هذا يحب برشا فيح. شوية تيبل وكروية الله. زيدوا شوية فلفل زينة مثالش يتفوح. وباش ناخدوا شوية لازمش برشا نعناع شيح، خاطر كان نعملوا برشا يولي يسيب المرارة. وناخذوا كل يديات ونبداو نحاولوا ندخلوا كل الفحات بالقدي بالقدي في اللحم وفي الخضرة. وهذا هو اش معناها اللحم في الكسكس. يجينا كسكسي، يجي مقرونة جارية، يجي باللحم العلوش، يجي بالبقري، يجي بالحوت، زيدا يجي بنين برشا بالحوت. دونك تا ليلة النص نعملوه كسكسي. دونك ريتو كل الفحات بالقدي بالقدي. اسمع يشبه للروز الجربي، جست هذايا باش نطيبوا المزلوقة اللوطة جارية تبدا في الدفاية والدنيا باردة انت حاجة جارية، وكل لحم يشيخ في كل فيح بالقدي بالقدي. وقعد لي كان باش نحطه في الكسكيس ونحاولوا نحطه من اللوطة اللحم ومن فوق الخضرة، على خاطر اللحم يقعد يتيب أسرع من الخضرة والخضرة تيب فيسع فيسع. دونك نحطه فوق الكسكيس. معناها زوبة وملا زوبة وعاملة إميسان ورمضان وما تفرقش ما بين المقفول والكسكيس. اه نارك اه وجربية وتجيب الرزق وتجيب الثنية. تي هو مقفول هو كسكيس تي ماكم فهمتوني. دونك هذا باش نزيد نقليها شوية باش نحط الكسكيس فوق المقفول ومن بعد باش نمرق وتنرجع له شوية آخر. توا ساهل برشا شنو باش نعملو لو طون اللي جاو قاعد يتيب على روحو باش نبداو نحضرو في الصحن نتاع لونطخي. ساهل برشا تبعوني بالقدي بالقدي شنو باش نعمل. باش ناخذ الهريسة نتاع السيكان. اوكي هذيا هريسة نبلية محرحرة وبنينة. دونك باش ناخذ مغرفة هريسة حطها في الوسط زينوهم بعد بالقدي بالقدي. هذايا صحن الحقيقة ياسر يعجبني ونعملو كان في رمضان ما نعرفش حتى علاش. وباش ناخذ النشوة زينها هكا على جناب. الله بربي سامحوني علاش فما حاجات ناكلوهم كان في رمضان لقوهم ياسر بني بالحق مانيش عارف علاش. أكيك عادي بتيتر ولا قلبي ما عادش نجم نزيدو طن. شيخو الحركة اليوم زوبة مشيخة الحركة. حطو الطن ونزيدو صوص. نحب صوص الجيريين تبدا هكا مفوحه من عند فاطمه. شقالكم في الدورين دوري عايشك. هذيا انستا فيو الغفريجيراتور نتاع الجي. سلام صبا. دونك باش ناخذ من عندها الصوص الجيريين نتاع بونا. دونك ضيفة بنا عندهم لصوص بنويحهم على مايونيز على كيتشوب على صوص الجيريين اللي أنا يسر نحبها. وزيدة عندهم لصوص متاع السلطة لصوص سلطة الكل تحبوا تفوحوا سلايتكم تك تك. واللي يقول صوص يقول بنا. دونك مش نحط الصوص الجيريين هكا ونكملو. نحب نحط كعبات زيتون. الله شه شه. زيدو زيتون اخضر خاطر سيد المخرج حاب الزيتون الاخضر. وان شاء الله خضره قدامك وراك كيما روبتي واللوك متاع اليوم. اش قاولك؟
دونك كعبة زيتون، نزيدو كعبة فلفل بر العبيد، شه شه شه، ونزيدو نعملو عظام طيب. يا قلبي ما عادش ننجم بالبنة والجو ذي الكل. والتوش القبلة الأخيرة والعجيبة ضربة زيت زيتونة. الله 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 الله، ليش قولكم فيها الصحية المزين باركونتر فما حاجة اللي تزيد بنا على بنا ما حدش ناهيش، خنزيد زيت زيتونة زينوها من الفوق، مش نحطوا الجبن المثلث متاع ديليس هكا جبن وطن وهريسة. الجو بالضو فاطمة لقاش عندك بك وجبن. طيب رجع لك غدوة. دونك باش ناخذ الفخماش تخيونكل متاع ديليس وباش نحطهم هكا فوق، يبدا هكا خبز سميد سخونة نجيب مركوشة وضربة من الفوق يا معلم باش ندوخ. دونك باش ناخذ الفخماج تريانجل متاع ديليس وباش نحط لي كوتي هكا نزينه. والله يشهي، اش قايلك سيد المخرج يشهي ولا ما يشهيش؟ ونزيدو ضرايبة زيت زيتونة فوق الجبن. هوبا هوبا، وشنو اخر؟ نزيدو شاي معدنوس هكا من الفوق نزينو بيه الصحن نتاعنا. بربي اش فما ازن من هك؟ فماشي حاجه ازن من هك. والعطري نتاعنا حضرت، نرجعو لك المزلوقه نشوفو شنو احوالها. قليتها هكا مليح مليح باش نسخن الماء في البويوار نتاع روس الهوبس. وانتخ تان باش نعمل الديسير لتان اللي الماء نتاعي سخن. دونك للديسير نتاعي باش نعمل حاجه زيد سهله وفريمون خفلف، باش نعمل دي تارتليت بالكريمه والفريز. فماش ابان من الكومبينيزون هذي. دونك لي تارتليت انا راني نشريهم حاضرين، مي لحظه بركه نظم البلان دو ترافاي نتاعي اللي عملوه لي ماغموتيك والكوجينه المزينه اللي عملتها لي سوغ ميزوغ كويزينا، ونرجع لكم. دونك رجعنا لكم توا باش نعطيكم استوس نتاع امي ديجا ربي فضلها اللي هي ماماتي. كي طيب اللحم في الكسكيس تاخذ منجيله منجه وتغطي بها الكسكيس، وتاخذ لخطه طنجره تحطو من الفوق. وهذه الاستوس باش يطيب لكم اللحم في ساعه في ساعه. شنو تعملوا؟ ريتو المهراس حطوه على وجهه باش نغطيه وكل هواء بالقدا ويطيب لنا اللحم في ساعه في ساعه. دونك خليو اللحم يطيب، لونطري نتاعنا حضرت، وتوا وفا اتاكي للغسيت. اما قبل نسيت حاجه يا جماعه، يا نارك انا صايره وصيمه بدا يعمل فيا الحقيقه، باش نحي اللي عملته الكل وباش نمرق، باش نمرق المرقه نتاعي نسيت ما مرقتهاش. باش نخليها تطيب بالقدا، سخنت الماء ديجا في البويوار نتاع روس الهوبس، وباش نمرق بزيد على خاطرها مزلوقه باش نعملوها جاريه. دونك نمرقو بالقدا ونحل الغاز باش نطيب الكريمه اللي باش نحطها فوق لي تارتليت باش نعمل بها الديسير نتاعي اللي هو رابيد. دونك هذايا سخنت شويه باش نزيد نمرقها. حسيلو هذايا منها الشوربه ومنها البلا، والحقيقه اللي نحب الجاريه انا سورتو في الشتاء. دونك باش نحط اكل الحم يزيد يتفور بالقدا وانفا اتاكي الديسير نتاعنا. دونك شنو باش نستعمل؟ باش ناخذ الكريم باتيسير نتاع سمارت شيف، وخذيت مطعم الفاني
دونك سهلة برشا، نقرا شنو مكتوب من تالي. يقولنا حطوا قديش نص إترا حليب، وانا باش نستعمل حليب ديليس، وباش نزيد معاها مغارفتين سكر. دونك سهلة برشا، باش نقيس الحليب. انتوما عندك حليب؟ نرجع لك غدوة. كل وين نتسلف من عند جارتي فاطمة ولا نهار رجعت لها. دونك باش ناخذ نص إترا حليب ديليس، دونك باش ناخذ نص إترا حليب اللي باش نعمل به الكريمة نتاعي سمارت شيف. انا باش نستعمل فاني، تحبوا فريز، تحبوا كل واحد والجو اللي يحب عليه. انا الحقيقة نحب نعملها فاني ونزينها بالفوق بالفريز. كيف كيف عندهم زيدا لي بريباراسيون تاع لي جاتو، عندهم فلان يسري بنينه نهار اخر نعملوه. دونك باش نحط الحليب، وما يقول لك حط 2-3 كويغ نتاع شوربه سكر. دونك انا باش نحط زوز مغارف، ما نحبهاش حلوه برشا، كل واحد كما يحب. واللي يدير واللي يشتهى شهوه يديرها في عشيه. نورمالمون الحلقه هذه نبدا نحكي معاكم بالجربينه، هي شحوالكم وين جيتوا، شنو حوال ضراريكم، المقص وينو، وين المقص مش وينو، باهي المقص ضاع. هو المقص. دونك باش نقص الكريمة متاعي تاع سمارت شيف، وش نحطها في كل حليب، ونخلط لكل شيء مع بعضه، والكريمة متاعنا حاضر. وإن أنا نحطها منها تخرج ريحة الفاني فيوحة فيوحة تشرة. ونخلط في الجو كل مع بعضه، ونقعد كل مرة نحرك 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 لين تلم بعضها وتجيني كريمة فيوحة وريحتها بنينة. خلينا نشوف اللحم متاعي وين خلط. نلمو ساعة قبل البلان دو ترافاي متاعي اللي هو من عند مرموتك. رجع الجو آخر أكاهو. هذي راهو احنا اللحم في الكسكيس نعملوه كي جينا نظيف، كي جينا نظيف نعملوه اللحم في الكسكيس. واللي جاني بين نمشي له نحط على راسي وعيوني، واللي ما جاني نفجيل اخلي الناس يقولوا دوني. هذه غنية جربية من قاع الخابية. خلي نشوف الصوص نتاعها هكا قاعدة تغلي بالقدي بالقدي بالقدي. اللحم ريحته بديت تفوح ما شاء الله. ونكمل نطيب الكريمة نتاعي بالقدي بالقدي. ونفا اللحم طاب والمرقة قاعدة تبقبق تبقبق، يقعد كين باش نصمت المازلوقة نتاعي. والكريمة نحطها في اللي تختلط اللي ديجا شريتهم حاضرين، هذوما تجمع عندي في المار وفي الدار. نصب الكريمة نزينها بالفيكيا، نحب نزينها بالفريز بالغلة اللي عندي موجودة في الدار، والدسير نتاعنا حضر. وكهو تو نقعدو نستناو.